فرقت معايا في ان انا كنت محتاج بعض التولز الخاصه بالديجيتال ماركتنج. طبعا هي ابديتد, يعني الديجيتال عموما ابديتد كل شويه, فده كان تشالنج بالنسبه لي ان انا اقدر يعني اخد كل التولز الخاصه بالديجيتال ماركتنج اللي تساعدني از ماركتير. فهي فرقت معايا في الجزء ده كتير, ان انا الموضوع كان بشكل ما براكتيكال, ما كانش مجرد دراسه.